عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اجتماعا ثنائيا مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وذلك في قصر الصغير هذا اليوم. وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية المتميزة وسبل تطوير أطر التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزاز مملكة البحرين وشعبها بهذه الزيارة الكريمة لفخامة الرئيس المصري والتي ستعطي دفعة قوية لمسار العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك على المستويات كافة. وأشاد جلالته بدور مصر المحوري الفاعل في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا على ما تمثله من ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي والإقليمي، فيما جدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكره وتقديره لصاحب الجلالة على ما لقيه من كرم الضيافة والوفادة، مثمنا دور جلالته وحرصه الدائم على الارتقاء بعلاقات البلدين الوطيدة إلى مستويات متقدمة، متمنيا لشعب البحرين الكريم المزيد من التقدم والنماء تحت قيادة جلالته. كما تطرق اللقاء إلى بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة العربية بجانب عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.